اسماعيلي حاجه كنت نازل قدامنا، كانت اول مره يعني كلنا استغربنا هو كابتن محسن نازل ليه. انا قلت لي عشان اهدي الناس يعني. هو كابتن محسن كان دايما بيتكلم مع ثلاث اربع لعيبه كده يعني مؤثرين قريبين من الكابتن محسن، كنا بنسافر معاه وبنرجع معاه وعلى طول معاه. فبقول له، قال لي هتفهم طبعا كلنا مشدودين. فقال لي لا بص يا اسلام، الجمهور لما هيشوفني الدنيا هتهدى شويه، وانتوا مش عايزكم تفكروا في اي حاجه، لان جمهور النادي الاهلي ده جمهور مختلف. الكلام ده سنه كام؟ 2002. 2002 2002 قال لي جمهور النادي الاهلي ده مختلف، فلازم بيحبوا لعيبتهم جدا وبيقفوا ورا ناديهم جامد جدا وكل، فلازم الدنيا تهدى شويه. فبرضه الماتش ده من المباريات اللي موصوفه ان هي من احلى مباريات القرن، الماتش ده سواء من الاهلي او من الاسماعيلي. يعني الاهلي كان راجع من بعيد قوي وكسبان الزمالك 6-1 ورايح لعب الاسماعيلي. لو كان الاهلي كسب الاسماعيلي في المباراه دي كان تقريبا خد الدوري بنسبه كبيره، لان المباريات اللي بعد كده كان الاهلي عنده المحله والاسماعيلي عنده القناه. لو يعني لو بلديه المحله، بلديه الاول وبعد كده القناه، بلديه المحله وبعدين احنا إسماعيلي. الاسماعيلي كان بلديه المحله والمصري، بلديه المحله والقناه والمصري، والاهلي كان عنده المحله اللي هو تعادل فيه وماتش كمان، واخر ماتش كان امبي لو حضرتك فاكر. سوري، المقاولين. المقاولين 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 كان اخر ماتش. دي يعني فعلا انت قلت لفظ مباراه القرن. بغض النظر يعني في ريال مدريد برشلونه مش عارف ايه، بالنسبه لنا دي مباراه القرن فعلا. يعني دي احسن مباراه في تاريخ الكره المصريه، واحسن مباراه انا قدرتها، واحسن مباراه انا شفتها، واحسن تعبير سمعته من حكم المباراه الاسباني. الاسباني قال لي انا اعتقدت ان انا بادير مباراه بين برشلونه وريال مدريد، وبهنيك على المستوى بتاع المباراه. اتمنى ان احنا نشوف مستوى زي ده، وان كان يعني صعب الجيل ده والجيل ده والموقف ده والموقف ده يعني مختلف تماما. زي ما انت قلت النادي الاهلي كان جاي من بعيد، وكانت نتائجه في البدايه ما ساعدتوش. احنا خدنا بدايه الدوري خالص، بدايه الدوري اتعصر، خسر من السويس وما اعرفش خسر فين، ويعني كانت نتائج مش جيده. احنا او النادي الاسماعيلي، انا لسه بتكلم باحنا طبعا لأنهم طبعا الإسماعيلي طبعا لان فتره مهمه جدا في حياتنا. احنا خدنا الدوري بدون هزيمه، الدوري ده بدون هزيمه. ولو حضرتك تفتكر لما حضرتك السنه اللي قبلها، بما اننا بنتكلم عن الذكريات الجميله دي، السنه اللي قبلها كان حضرتك لما جيت مسكت على اول الدور الثاني، وخدنا الدور الثاني. الاسماعيلي كسب كل مباريات الدور الثاني، والاسماعيلي خد ثاني دوري لو حضرتك تفتكر برضو السنه دي. الحقيقه انا والكاس مع الكاس يعني اتكلم على المباراه نفسها. المباراه اتكلم على الجزئيه دي. المباراه 4-4 كانت الصعوبه اللي فيها انه النادي الاهلي قادم من فوز ضخم وكبير وعريض على الزمالك 6-1. خلاص خدت الدوري، وبتلعب في استاد القاهره في بيتك في وسط جماهيرك، فانا متخيل ان الجمهور هيجي يعني مش اقل من 80,000%، 80,000 مشجع اهلاوي في الاستاد. المدرب لابد، ودي نصيحه، انك تدرس كل الظروف المحيطه بالمباراه، مش المباراه بس. يعني اذا كنت انت هتلعب مباراه لازم تعرف هتلعب فين، وشكل الملعب ونوعيه الملعب والحرارة في وقت المباراة، الجو العام في وقت المباراة، المشكلات اللي هتقابلها في المباراة، عدد الجماهير اللي ممكن تحضر في المباراة ضدك قد إيه، الحكم نفسه مستواه إيه، غير الأمور الفنية المتعلقة بالفريق، مستوى الفريق اللي هتنافسه، مراكز القوة، مراكز الضعف، مين هيلعب مين مش هيلعب. أنا ممكن أسأل سؤال شخصي؟ اتفضل. سؤال شخصي في الماتش ده، معلش.